اسمي عيسى من خليف السويدي، عضو سابق في تنظيم جماعة الإخوان المسلمين في دولة الإمارات العربية المتحدة. أمضيت فترة تعليمي الابتدائي والإعدادي الثانوي داخل مدينة أبوظبي، ومن ثم انتقلت للعمل للتعليم في الولايات المتحدة الأمريكية، وانهيت دراسة البكالوريوس، وبعدها التحقت بالمملكة المتحدة لدراسة الماجستير والدكتوراه في مجال التعليم. من ثم التحقت بالعمل في أبوظبي في الأمان العام للمجلس التنفيذي كأول وظيفة لتقريبا سنتين أو أقل شوي. بعدها انتقلت للعمل كمدير لمنطقة أبوظبي التعليمية، أمضيت فيها تقريبا 7 سنوات، واستمر عملي في مجال التعليم لكن في القطاع الخاص، حيث التحقت بشركة العربية لتطوير التعليم لتقريبا أيضا 6 أو 7 سنوات أخرى، وبعدها تركت هذه الشركة. وفي عام 2009 أيضا التحقت بشركة مختصة في مجال التعليم ولكن في دولة قطر. في عام 1989 تقريبا التحقت بتنظيم جماعة الإخوان المسلمين في الإمارات، وأديت البيعة في ذلك التنظيم، وتدرجت في التنظيم من كما هو يعني المعتاد في الأسر التربوية المختلفة، حتى أصبحت عضوا في مجلس شورى التنظيم. وعمل الجماعة أو تنظيم الإخوان في الإمارات يعني مثل باقي التنظيمات المتعلقة بالإخوان في العالم كله، يعني مبني على السرية وعلى الكتمان والانضباط الإداري والهيكلي والتراتبية في العمل، حيث كان هنالك مكتب تنفيذي وكان هنالك مجلس شورى ولجان لهذا التنظيم، وتعقد اجتماعات، وطبعا الاجتماعات كلها سرية وتتخذ قرارات يعني فيما يتعلق بسير عمل الجماعة ولجانها، واللجان كانت يعني متعددة، يعني في لجان التربوية وفي اللجان الاجتماعية واللجان الإعلامية، وفي أيضا جزء مختص بالنساء والشباب، وفي ميزانية تدعم النشاط هذا، وجل يعني أموال هذه الميزانية تأتي من خلال اشتراكات أعضاء التنظيم، بالإضافة إلى تبرعات وهبات تجمع يعني من قبل أفراد الجماعة وأقاربهم أو ممن يعرفون يعني، وبالإضافة إلى بعض الاستثمارات على هيئة عقارات أو مشاركة في شركات أو في أسهم، وعادة تكون هذه المشاركات باسم أفراد من التنظيم يعني، لأن التنظيم غير مرخص. وأكبر واجهة للتنظيم هي جمعية الإصلاح وفروعها، لأن فيه أكثر من فرع، فهذا يعني كان الواجهات الرئيسة لتنظيم الإخوان، الذي أيضا يطلق عليه يعني دعوة الإصلاح، لكن هو يعني يحمل فكر الإخوان المسلمين العالمي والمتعارف عليه. ينشط التنظيم في استقطاب أفراد المجتمع بكافة مستوياتهم، لكن طبعا فيه خصوصية لبعض الفئات من المجتمع، وهو ما يطلق عليه يعني الاستقطاب النوعي، يعني مثل واحد أبوه مسؤول، أبوه تاجر، أبوه من قبيلة معروفة، شيء من هذا. هذا يكون لهم يعني استقطاب يعتبر لهم ثقل أكثر في داخل التنظيم، لهذا يعني في عناية خاصة في عملية الاستقطاب وفي عناية التربية. طبعا أنا شخصيا استمريت مع الجماعة حتى تم توقيفي وإحالتي إلى المحاكمة، لكن في قبل التوقيف يعني وتقريبا تزامنا مع الثورات العربية، تحركت الجماعة يعني مع الموجة هذه
اللي حدثت في بعض دول العالم العربي، واصبح هنالك يعني مثل الجرأة يعني في الحديث، الجرأة في التخاطب، خصوصا يعني دخل مواقع التواصل الاجتماعي يعني كأداة في تلك الفترة، فأصبح الكل يعني يكتب والكل يغرد والكل يعقب حتى بدون انضباط، يعني كثير منهم تكلم كلام يعني ما غير مقبول، يعني يمس الدولة ويمس رموز الدولة. وكان طبعا جزء كبير من هذا مخطط، لأن كان هناك لجان يعني من الجماعة تشرف على هذا العمل الإلكتروني والعمل الإعلامي، صاحب أيضا حديث مع منظمات حقوقية دولية، ساعده يمكن بعد أيضا أشياء أخرى من خارج الدولة، يعني دخلت في المسألة هذه المحلية البحتة. يعني صدر علي حكم مثل أغلب أعضاء التنظيم بالسجن لمدة 10 سنوات، ومضيت الآن تقريبا 5 سنوات. وضعي في السجن الحمد لله يعني طبيعي، عكس ما يثار كثير في وسائل الإعلام من أن هنالك معاملة سيئة للمسجونين، هنالك تعذيب، هنالك ضرب، هنالك إيذاء. يعني كل هذه الأمور صراحة أنا أستغربها يعني، وأستغرب تداولها، لأن هي ما غير حقيقية. في علاج طبي متميز صراحة عندنا، يعني أنا شخصياً تحولت لمستشفى مختص خارج السجن، يعني مثل باقي المواطنين، كانوا مراجعين مواطنين مثلي يعني موجودين في نفس المكان. الطعام الموجود في السجن أنا أعتقد أنه يعني متوسط أو حتى أكثر من المتوسط، يعني ممكن ما أقول لك مثل أكل بيت، لكن يعني أنت في مكان تتوقع الطعام أقل من الأكل. الحقيقة أنه بالعكس يعني أكثر، ما أفضل مما توقعنا من حيث الجودة والتنوع وحتى الكمية ونظافته يعني. فما أدري يعني من أين يأتي الكلام هذا أن في سوء يعني طعام. حتى الخدمات الأخرى يعني النظافة بشكل عام في المكان نظيف، زيارات الأهل لنا منضبطة، والاتصالات الهاتفية الحين طبعا أنا زيارة أسبوعية، وعندنا اتصالات هاتفية مرتين في الأسبوع، وأعتقد هذا يلبي الحاجة يعني. أما فيما يتعلق بالتعذيب والحديث عنه يعني والتهويل من هذا الأمر، أنا شخصياً 5 سنوات هنا موجود ما رأيت شيء من هذا يعني.